السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين. نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ فيها مقالا للكاتب مازن صاحب حول معضلة ربط قيمة الدينار العراقي بالدولار الأمريكي. هناك عمل متواصل لتجريد العراق من القيمة الشرائية الحقيقية لديناره مقابل غسيل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية. المثال الواقعي في مقاربة متواضعة بين مسافر يبحث عن الدولار الأبيض بقيمة 3000 فقط ويذل في الحصول عليه عبر روتين مضحك، فيما كبار حيتان مفاسد المحاصصة يحصلون عليه بالملايين ويتربحون مليارات الدنانير بلا وجع قلب أو روتين مضحك. هكذا تواصلت كل الحكومات العراقية المتعاقبة في ترك زمام الأمور للفيدرالي الأمريكي لفرض شروطه على استخدام الدولار كعملة أمريكية سيادية تخضع لقرارات العقوبات الأمريكية على إيران. هنا الطامة الكبرى التي من خلالها تضحك الحكومات العراقية المتعاقبة على ذقون جياع الشعب العراقي. كيف ولماذا؟ الإجابة المختصرة أن كل خبراء الاقتصاد يجمعون على أن ميزان التبادل التجاري بين العراق وإيران يميل كلياً لكفتها بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار سنوياً. معنى ذلك ربط مفاصل حيوية من الاقتصاد العراقي، لا سيما قطاع الطاقة الكهربائية باستيراد الكهرباء مباشرة من إيران أو استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات تم استيرادها من قبل ذات الحكومات، وهم على اطلاع تام أن إيران مفروض عليها عقوبات أمريكية تمنع تحويل الدولار الأمريكي حتى وإن كان مملوكاً للحكومة العراقية. الجواب المفضوح أن اللجان الاقتصادية لأحزاب مفاسد المحاصصة تعتبر مزاد العملة والبنوك المتعاملة بالدولار في غسيل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية نوعاً من الجهاد المقدس لدعم صمود الاقتصاد الإيراني المقاوم للعقوبات الأمريكية. إلى صحيفة طريق الشعب، ونقرأ فيها مقالا بعنوان شوارعنا وأعداد السيارات المتزايدة للكاتب عبد السادة البصري أو البصري. يقول فيه: ما أن تخرج من بيتك ذاهبا إلى عملك أو لمراجعة دائرة مع بداية الدوام المدرسي إلا وتقف حائرا بسبب الاختناقات التي تؤخرك عن الوصول لهدفك. تأفف وتذمر وحوادث مرور كل صباح بسبب هذه الاختناقات التي تشكو منها كل المحافظات اليوم. وبعد انفتاح الحدود على كل شيء، صارت السيارات بأنواعها وأشكالها وألوانها أيضا تدخل دون رقيب، حتى ازدادت أعدادها بشكل لا يصدق، وأخذت تثقل كاهل شوارعنا التي لم يطرأ عليها تغيير منذ سبعينات القرن الماضي. سيارات من شتى المناشئ سببت وتسبب الكثير من المشاكل والأزمات، ومعها التريلات التي تملأ الشوارع الخارجية والداخلية وتربك السير وتسبب الحوادث المرورية الخطيرة. فنحن لم نفتح شوارع جديدة فيما أدخلنا ملايين السيارات المستوردة، وربما قمنا بإنشاء مجسرات وأنفاق لكن تركناها غير مكتملة وخلقنا أزمات مرورية إضافية. اليوم تحاول الجهات الحكومية تلافي هذا التقصير الخطير، لكنها وهي تفعل هذا تزيد حركة السير إرباكاً، ومرة أخرى يدفع الناس الثمن من وقتهم وراحتهم وأعصابهم. ترى هل سنتعلم يوماً وضع دراسات جادة لا دعاية انتخابية للحد من الازدحامات والإرباكات المرورية وتأمين استيعاب شوارعنا العربات التي تسير فوقها؟ وإلى صحيفة المدى العراقية، ومقال للكاتب علي حسين يقول فيه: لا مفاجأة على الإطلاق أن نحصل على المراتب الأولى للدول الأكثر فشلاً ورشوة وتزويراً ومحسوبية وانتهازية سياسية.
وأضيف لها: والحمد لله حصولنا على مراتب متقدمة في انتشار المخدرات، ولا ننسى بالتأكيد البطالة ونسبة الفقر وتقلبات الماستر دولار وغياب المصانع وانتشار الأمية. ما المفاجأة وبرلماننا المنتخب قرر أن يغط في نوم عميق منذ أعوام، يستيقظ بين الحين والآخر ليناقش قضايا مهمة، فنجده بالأمس يشمر عن ساعديه ويصوت بالإجماع على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية. سيقول البعض: وماذا تريد من مجلس نواب أقسم أعضاؤه بالولاء لكتلهم وأحزابهم وليس للوطن؟ هل اجتماعاتهم ستعيد الاستقرار لسعر الدينار وستنهض بالبلاد؟ برلمان يعيش وسط صمت تجاه مشاكل المواطنين وفوضى التصريحات من أجل الحصول على المغانم، وشعارات هنا وخطب هناك ملوثة بالانتهازية والمنفعية. ربما سيتهمني البعض بالتجني على السادة النواب، فهم أناس مسيرون وليسوا مخيرين. الأمر أولاً وأخيراً بيد قادة الكتل الذين يسعون إلى تحويل الدولة إلى مجموعة أحزاب يسهر الشعب على خدمتها. اليوم لدينا إعلام يوجه أطناناً من تهم الفساد كل لحظة للعديد من المسؤولين كباراً كانوا وصغاراً، لكن معظمهم يطبقون نظرية اتركوهم يكتبون ويصرخون حتى لو كان الفساد مقرونا بوثائق، وبعض الفاسدين يتبجحون علنا بفسادهم. وفي أوضاع كهذه من حق العراقيين أن لا يبالوا باجتماع برلمانهم العتيد وأن لا يقعوا في غرامه، والسبب لأن بضاعته لا تتناسب مع هموم الناس، فهي بضاعة مزيفة لا يمكن لمواطن ذكي أن يقتنيها. ونقرأ مقالا بعنوان: أمريكا شريكة لإسرائيل في تدمير غزة وتهجير سكانها، للكاتب ماهر عثمان. اليوم بعد عملية طوفان الأقصى التي أقضت مضاجع الإسرائيليين وأدت بعدئذ إلى تحويل معظم قطاع غزة إلى أنقاض مع سقوط مئات من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، لم تتردد الولايات المتحدة كما حدث في كل حروب إسرائيل السابقة مع الجيوش العربية في إمداد إسرائيل عبر جسور جوية بدبابات وطائرات وذخائر وصواريخ ودفاعات جوية لتمكينها من المضي في إلحاق خسائر فادحة بالعرب، خصوصا الفلسطينيون. الآن أدهى من ذلك تشجيع واشنطن لسعي إسرائيل إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية وضغطها على الحكومة المصرية لتقبل بذلك. اليوم في أعقاب عملية طوفان الأقصى يتكرر السيناريو نفسه. الولايات المتحدة تهب مسرعة لنجدة إسرائيل وتشجيعها على مواصلة التطهير العرقي لفلسطين. أول من أكد لإسرائيل الدعم المطلق كان وزير الخارجية الأمريكي الصهيوني أنتوني بلينكين، الذي قال في مؤتمر صحفي بعيد وصوله إلى إسرائيل إنه جاء إليها كيهودي. أسقط على نفسه صفة أي حياد دبلوماسي أمريكي مزعوم، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل اليوم وغداً وكل يوم، وقد أجاد تمثيل دور المتأثر حزناً بالكذبة التي روج لها الإسرائيليون عن قطع مقاتلي حماس رؤوس أطفال إسرائيليين، وهي كذبة ثبت بطلانها. سياسة الولايات المتحدة منذ عقود وتسامح أمريكي تجاه قضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عقود، وتعيين وسطاء أمريكيين صهاينة في عملية سلام زائفة منذ عقود. وعن التردد الإسرائيلي حول الحرب البرية كتب ساري عرابي مقالا نشره موقع عربي 21، جاء فيه: إن طوفان الأقصى الذي فتق جرح الكبرياء الإسرائيلي بحيث لم يبقى أمام الإسرائيلي مناص من إعلان الحرب، فرض عطلاً عملياتياً بتدمير فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن العمليات الحربية ضد غزة.
وأنذر لا بالصوت العالي ولكن بالفعل المحقق أن من تجرأ بضخ الطوفان مستعد لما بعده، لكن يبقى الجرح مضطرا للدواء الذي هو الانتقام وصورة النصر، فما العمل؟ بالضرورة تأخرت الحرب البرية لذلك كله، ولأنه صار لابد من خطة يطالب بها الأمريكي، والذي لابد أنه حريص أيضا على أن يمسح عار الهزيمة الإسرائيلية. ويضيف الكاتب: إسرائيل إذن تتأخر لتعويض ما لا يمكن تعويضه، وهذا في حد ذاته يعني أنها بوصفها قوة لا تقهر قد انتهت. هذا التأخير الكبير الحاصل قبل الذهاب إلى الحرب البرية هو تعبير عن هذه المعضلة الإسرائيلية، معضلة أن المقاتل المحاصر في البيئة الضيقة المكشوفة بات قادراً على مفاجأة القوة المدججة بالدبابة والطائرة والبارجة وإيقاع الهزيمة المحققة بها، كما حصل فجر 7 من تشرين أكتوبر. ومن ثم تعلم دولة الميركافة أن ما ينتظرها داخل غزة أصعب، وهذه الدولة بالرغم من غطرستها وكونها جيباً للإمبراطورية الأمريكية وبالرغم من دلالها على العالم، تعلم أن العالم يتغير ولن يسير بالضرورة على هوى دلالها، وأن هذا المقاتل المسلح بالإرادة من أهم من يغير في هذا العالم، ولذلك فإنها لم تتمكن من تحديد أهدافها وصياغة خطتها المفصلة للحرب البرية، ولتبدو أهدافها أول الأمر ترهيبية مرتفعة جداً، مؤسسة على وجوب ترميم الصورة والإحساس بأن ما كانت تخشى من خسارته قد خسرته أصلاً فجر 7 من تشرين أكتوبر، ثم لتؤول تالي الأمر إلى البحث في أهداف أكثر قابلية للتحقق وبأقل قدر ممكن من الخسائر لتعود بصورة انتصار ما. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. دفعت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 12 يوماً بعدد من العائلات إلى توزيع أفراد العائلة الواحدة على عدة أماكن متباعدة خشية الإبادة الكاملة لأفرادها. ويفيد أحد العاملين في حقل التربية والتعليم بأن الأمر حدث معه ومع آخرين، حيث تفرق أفراد أسرته في أكثر من مكان، مضيفاً: فكان القصف المستمر على كل الأماكن التي تفرقنا بها، واستشهد عدد من جيراننا في تلك المناطق.
وتلخص حكاية المواطن الفلسطيني الحالة في غزة مع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع لليوم 12 على التوالي، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع، وتشير جهات فلسطينية إلى صعوبة إحصاء العدد الفعلي للشهداء في ظل استمرار الغارات العنيفة المكثفة على قطاع غزة على مدار الساعة ووجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض. ونتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. And said that he knocked on the door and that he attempted to choke her and said, "You Muslims must die," and attempted to stab her and stabbed her. And she went to the bathroom and called 911. And this was all, in her own words, seconds. And by the time she came out, her son had been stabbed 26 times. بهذا الفيديو وصلنا لختام حلقة اليوم مع صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.